لا يستدرجون الرأي العام. ينطلق العلماء في أوسع عمل ممكن بجد ومثابرة وإخلاص، ولكن بكل انطواء وزهد وإنكار، فيجهل الرأي العام جهودهم ومنجزاتهم فيتنكر لهم، وقد ينحي عليهم باللائمة والتقريع فيما هو أولى منهم بالتعنيف، لأنهم لا يهدفون استدراج الرأي العام، وإنما يحاولون كسب مرضات الله الذي يحصي خطرات القلوب ويكره التظاهر والرياء.